أخبار اليوم. بالنسبة للمية هنا يعني تقعد تقدم ويقول لك دي أملك دولة. هذه المشكلة بتاع عرب الجوف وحمادة والمسايدة والحتة دي. طب أملك دولة هو لو في مثلا دي أرض زراعية معلش ده مدي صخرة. كده كده يعني الناس تسيب مثلا الأرض دي وتستصلح أو تبني في الزراعة ما ينفعش. فأهم حاجة يشوفوا لهم المية المية المية. بس لا امور يا عم لا الميه الميه لان هنا كل ما نتقدم يقول لك املاك دوله املاك دوله هروح لسياده المحافظه اتكلم برضه ما اقدرش يعمل في حاجه فاهم حاجه الميه للناس دي انا خلي بالك انا من بنصامد مش من هنا عندك بس تبع في جمعيه عندنا بنصامد الخير دي فعلا الدكتور عارف فاروق وبرضه بنبص على الناس التعبانه دي بس المشكله لغايه دي وفي ناس بتبرع على ان تركب ميه في فلوس جايه بس نقعد نقدم يقول لك دي املاك دوله هذه المشكله بتاع حماده وعرب الجوف والمسايده والحاج علي وكل سلام والمطارات والاسياط